أنا ريان أبو الهيثم من المدرسة الفلسطينية المشتركة في دولة قطر، معلمة علوم الحياة للصف الرابع الابتدائي. العلوم والحياة الوحدة الخامسة، عنوان الدرس العلاقات الحيوية. توجد أنواع مختلفة من العلاقات بين الكائنات الحية في أي نظام بيئي، فبعض الكائنات الحية لا تستطيع صنع غذائها بنفسها وتعتمد على كائنات حية أخرى، وبعضها الآخر يصنع غذائه بنفسه. ولكن هذه الأنواع المختلفة من العلاقات بين الكائنات الحية هامة جدا في حدوث التوازن الطبيعي داخل النظام البيئي. والآن عزيزي الطالب، انظر إلى الصور أعلاه ثم أجب عن الأسئلة الآتية. هل تستطيع الكائنات الحية السابقة العيش بمفردها؟ أفسر ذلك: لا، لأنها تحتاج لبعضها البعض من أجل الحصول على الغذاء والحماية والتكاثر. أستنتج أن العلاقات التي تربط بين الكائنات الحية لضمان استمرار الحياة تسمى ب... نعم أحسنت، العلاقات الحيوية. إذن عزيزي الطالب، العلاقات الحيوية هي علاقات تربط بين الكائنات الحية لضمان استمرار الحياة. لكن ما هي أهمية العلاقات الحيوية؟ أولاً، الحصول على الغذاء، فهناك كائنات حية تعتمد على غيرها في تغذيتها. ثانياً، الحماية، فعندما تعيش الحيوانات في مجموعات فهذا يوفر لها الحماية من الكائنات الحية الأخرى. ثالثاً، التكاثر، وذلك للحفاظ على بقاء واستمرار وجود الكائنات الحية. إذن أهمية العلاقات الحيوية للحصول على الغذاء والحماية والتكاثر. لنتعرف عزيزي الطالب على أنواع العلاقات الحيوية. أولاً، علاقة الافتراس. ثانياً، علاقة التطفل. ثالثاً، علاقة التجمع. علاقة الافتراس، نلاحظ عزيزي الطالب في هذه الصورة علاقة حيوية بين الثعلب والأرنب. يحصل فيها الثعلب على غذائه من الأرنب بالقضاء عليه. تنشأ هذه العلاقة بين كائن حي قوي وآخر ضعيف بحيث يهاجمه ويتغذى عليه. والآن عزيزي الطالب، انظر إلى الصور الآتية. في الصورة الأولى، الكائن الحي القوي هو حسنت الطائر، والكائن الحي الضعيف ممتاز الضفدع. أما في الصورة الثانية، فالكائن الحي القوي هو نبات صائد الحشرات، والكائن الحي الضعيف الحشرة. نكمل عزيزي الطالب في الصورة الثالثة، ما اسم الكائن الحي القوي؟ نعم أحسنت، الأفعى. والكائن الحي الضعيف؟ أحسنت، الحرباء. أما في الصورة الرابعة، الكائن الحي القوي هو ممتاز الفهد، والكائن الحي الضعيف أحسنت الغزال. والآن عزيزي الطالب، أجب عما يلي: أطلق على الكائن الحي القوي ب أحسنت المفترس، أطلق على الكائن الحي الضعيف ب ممتاز الفريسة. ماذا تسمي العلاقة الحيوية التي تربط بين الكائنات الحية في الصور السابقة؟ نعم ممتاز، الافتراس. وما الغرض منها؟ أحسنت، الحصول على الغذاء. والآن
أعطي أمثلة أخرى على هذه العلاقة. نعم، أحسنت، النسر والسمكة. والآن عزيزي الطالب، أستنتج أن العلاقة الحيوية التي تربط بين المفترس والفريسة للحصول على الغذاء تسمى بعلاقة، أحسنت، الافتراس. والآن لنتذكر، ما المقصود بعلاقة الافتراس؟ هي علاقة حيوية تربط بين المفترس والفريسة للحصول على الغذاء. وما الغرض منها؟ ذكرنا للحصول على الغذاء. ومثال على هذه العلاقة أسد وغزال أو ثعلب وأرنب. علاقة التطفل، لا تستطيع بعض الكائنات الحية الحصول على غذائها مباشرة، بل تحتاج إلى كائن حي آخر لتأخذ غذائها منه مسببة له الضرر. ففي الصورة المجاورة عزيزي الطالب، يستفيد البعوض من الإنسان بينما يصاب الإنسان بالضرر. والآن انظر عزيزي الطالب إلى الصور الآتية. في الصورة الأولى، ما اسم الكائن الحي المستفيد؟ نعم، أحسنت، البرغوث. والكائن الحي المتضرر؟ أحسنت، الكلب. أما في الصورة الثانية، الكائن الحي المستفيد؟ القرادة. والكائن الحي المتضرر؟ القطة. نكمل في الصورة الثالثة، الكائن الحي المستفيد؟ نعم، أحسنت، القمل. أما الكائن الحي المتضرر فهو الإنسان. أما في الصورة الرابعة، الكائن الحي المستفيد هو الحامول، والكائن الحي المتضرر نبات الفول. والآن عزيزي الطالب، من خلال الصور السابقة أجب عما يلي. أطلق على الكائن الحي المستفيد ب، أحسنت، الطفيل. وأطلق على الكائن الحي المتضرر ب، ممتاز، العائل. ماذا تسمى العلاقة الحيوية التي تربط بين الكائنات الحية في الصور السابقة؟ أحسنت، علاقة التطفل. وما الغرض منها؟ ممتاز، الحصول على الغذاء. أعطي أمثلة أخرى على هذه العلاقة، فكر. أحسنت، الإسكارس والإنسان. والإسكارس عزيزي الطالب هي دودة تصيب الجهاز الهضمي وتتغذى على المفيد من غذاء الإنسان. أستنتج أن العلاقة الحيوية التي يحصل فيها الطفيل على غذائه من العائل ملحقاً به الضرر تسمى علاقة، نعم، أحسنت، التطفل. والآن عزيزي الطالب، نتذكر، ما المقصود بعلاقة التطفل؟ هي علاقة حيوية يحصل فيها الطفيل على غذائه من العائل ويسبب له الضرر. وما الغرض منها؟ الحصول على الغذاء، مثل البعوض والإنسان والبرغوث والكلب. علاقة التجمع، بعض أنواع الكائنات الحية يتجمع أفرادها معا، مثل أسراب الطيور والأسماك وقطعان الماشية والفيلة وأسراب الجراد. وقد يكون التجمع منظما، مثل خلايا النحل، ليتم تقسيم العمل بين الأفراد.
والآن عزيزي الطالب، انظر إلى الصور الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. ما الذي يميز الكائنات الحية في كل صورة من الصور السابقة؟ نعم، أحسنت، أنها من نفس النوع. وكيف تعيش تلك الحيوانات في النظام البيئي الواحد؟ أحسنت، تعيش على شكل مجموعات. ما الغرض من بقاء تلك الكائنات الحية على شكل مجموعات؟ فكر. نعم، للحماية والتكاثر والحصول على الغذاء. ماذا نطلق على العلاقة التي تربط بين أفراد النوع الواحد؟ أحسنت، علاقة التجمع. أعطي أمثلة أخرى على هذه العلاقة. نعم، أسراب الأسماك والنمل والغزلان. أستنتج أن العلاقة التي تربط بين أفراد النوع الواحد في النظام البيئي بغرض الحماية والتكاثر والحصول على الغذاء تسمى بعلاقة، أحسنت، التجمع. إذن العلاقة التي تربط بين أفراد النوع الواحد في النظام البيئي بغرض الحماية والتكاثر والحصول على الغذاء تسمى بعلاقة التجمع. والآن عزيزي الطالب، نتذكر علاقة التجمع. ما المقصود بعلاقة التجمع؟ هي علاقة حيوية تربط بين أفراد النوع الواحد في النظام البيئي بغرض الحماية والتكاثر والحصول على الغذاء. أما الغرض منها فكما ذكرنا للتكاثر والحماية والحصول على الغذاء. مثال على هذه العلاقة: الفيلة، النمل، النحل والغزلان. والآن عزيزي الطالب، أكمل المخطط الآتي فيما يتعلق بالعلاقات الحيوية. العلاقات الحيوية أنواع، منها علاقة، أحسنتم، الافتراس، مثل الدب والسمكة بحيث يشترك فيها، أحسنتم، المفترس وهو الدب، والفريسة وهي، نعم، السمكة. وعلاقة التجمع مثل، أحسنتم، سرب الطيور. والعلاقة الثالثة وهي علاقة، أحسنتم، التطفل، مثل دودة الإسكارس والإنسان بحيث يشترك فيها العائل وهو الإنسان، والطفيل وهو الإسكار. إذن العلاقات الحيوية: الافتراس، التجمع، والتطفل. في علاقة الافتراس مثل الدب والسمكة يشترك فيها المفترس وهو الدب، والفريسة وهي السمكة. أما في علاقة التجمع مثل سرب الطيور. وفي علاقة التطفل مثل دودة الإسكارس والإنسان يشترك فيها العائل وهو الإنسان، والطفيل وهو الإسكارس. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.